نادي التلال العريق وأقدم نادي في شبه الجزيرة العربية يعاني كثيرا من تدمير مقره ويعني آثار الحرب التي طالته. الغيورين على النادي أقاموا حملة توقيعات ووقفات احتجاجية من أجل رفع الضرر عن النادي والدمار وإعادة تأهيل هذا النادي، حتى تصل رسالتهم إلى قيادة المجلس الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس رشاد العليمي. نتابع هذه الوقفة الاحتجاجية من خلال تغطية للزميل لبيب المعمري. الحقيقة تجمعنا اليوم القيادات التلالية والكثير من جماهير التلال، طبعا هي مناشدة لقيادة الدولة برئاسة الدكتور رشاد العليمي. طبعا التلال يعاني منذ سنوات منشأة النادي منهارة، وطبعا التلال معروف عميد أندية الجزيرة والخليج، وبالتالي كنا نتوقع أنه يكون من أولويات إعادة الأعمار هي تمس الأندية والمدارس والأماكن اللي هي بالفعل تساعد الشباب على أن يتواجدوا ويزاولوا أنشطتهم بعيدا عن الأشياء التي نتخوف على أبنائنا أن يتناولوها ويتعاطوها. هل هذا النادي العملاق يوصل إلى هذه المرحلة؟ لماذا لا يتم إعادة تأهيل هذا النادي؟ هذا النادي نادي عريق، نادي يعتبر من يعني أول نادي في الوطن العربي. يفترض على الأجهزة على القائمين في الدولة أن يعودوا تأهيل هذا الملعب. انظر شوف إيش هذا الملعب، إلى فين الميدان هذا النادي إلى فين وصل. نشكر الأستاذ أحمد المامري والكابتن لبيب المعمري المراسل في محافظة عدن. وقفت احتجاج اليوم زي ما أنتم شايفين، نادي التلال نادي كبير، نادي عريق، تدمر بسبب هذه الحرب اللي حصلت. الباصات مش موجودة، كلهم يعني الباصات ولا عاد باقي باص مع التلال. النادي على يعني الألعاب حق النادي يمارسوها خارج النادي. نحن من هنا نناشد القيادة السياسية مثلا بالمجلس الرئاسي النظر في هذا النادي، لأنه رياضة وطن، ونادي التلال نادي كبير ونادي عريق. نحن نناشد المجلس الرئاسي بالالتفات إلى نادي التلال، لأن نادي التلال من بعد الحرب لن يقام فيه أي ترميم للنادي، والنادي يعني يعاني من إهمال من جميع الأطراف. نتمنى منهم يعني أن يلتفتوا إلى النادي لإصلاح النادي، لأنه تدمر بعد الحرب، وهناك تقصير من الجميع بحق نادي التلال.